في أيام عيد الفطر المبارك واصل المواطنون بمحافظة أسوان احتفالهم بالعيد رغم الارتفاع النسبي بدرجة الحرارة، حيث شهدت الحدائق العامة بمدينة أسوان توافد أعداد كبيرة من المواطنين القادمين من مدن وقرى المحافظة المختلفة الذين يفضلون قضاء أيام العيد بالحدائق العامة والجزر النيلية والملاهي بمدينة أسوان. المزيد في تقرير الزميل جمال صيام. وصل المواطنين بمحافظة أسوان احتفالهم بثالث أيام العيد الفطر المبارك، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الحدائق العامة بمدينة أسوان ليقضوا ثالث أيام العيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث شهدت الحدائق العامة توافد أعدادا كبيرة من المواطنين من مدينة أسوان. احنا والله يعني يعتبر شغلنا كله في القاهرة، فأول ما بيجي مثلا العيد بننزل أجازة بنقضيها مع أهالينا ووالدينا طبعا والعيلة، وأول حاجة بنفكر فيها احنا نجي نزور أسوان، لأن أسوان جمالها طبعا ده ما يتقارنش بأي محافظة تانية، بين الحدائق وبين التراث وبين الفراعنة وبين الأشياء اللي هي جميلة اللي تخليك أنت أصلا تحب تجي فيها وتستمتع بيها وما تملش منها أصلا. يعني عائلات تبقى أحلى الأجازة، يعني أسوان جميلة وسد العالي وأمن وأمان وتمام. يعني والله احنا بنتشرف لما بنجي هنا، يعني بلدنا دي بلدنا الجميله والناس بتجي من بلاد برا، احنا بنتشرف بها يعني الحمد لله على نعمه البلد والدنيا. فالبلد دي فيها حضاره فيها خضره وربنا كرمنا بها الحمد لله، ناس بتجي من بلاد برا. يعني بناجي متحف النوبه، بناجي النيل، السد العالي، كده الاماكن النظيفه والحلوه دي. والله هو مره مع الاهل والاقارب مثلا ومره مع الصحاب، وبنروح متحف النيل وحديقه فريق ومعبد فيلة والسد العالي، كل الأماكن في أسوان أماكن السياحية حلوة صراحة. وقد عبر المواطنين عن سعادتهم بقضاء العيد بين أحضان الطبيعة الخلابة في الحدائق العامة، وذلك في مجموعات أسرية أو في مجموعات من الشباب، بينما فضل البعض الآخر قضاء ثالث أيام العيد في الجزر النيلية، حيث استقلوا اللنشات النهرية والمراكب الشراعية للتوجه لقضاء العيد في تلك الجزر النيلية. طبعا احنا حريصين، احنا بنجي أسوان هنا، وأسوان بلد جميلة جدا. يعني طبعا الناس بتجي بكل مكان في العالم، واحنا حريصين يعني بنجي مع الأصدقاء والصحبة هنا. نحب نروح الحدائق والأماكن الأثرية. متعودين طبعا على الجناين والحدائق بتاعتنا والأماكن الجميلة أسوان، في حديقة النباتات وفريال والمعابد، وأجمل حاجة في أسوان كل مناظر الطبيعة. العيلة كلنا والأطفال بنحب نتمنى العيد يجي إمتى عشان نيجي، وكل العيد برضو بنيجي في الأجازات الجمعة السبت في أي يوم نيجي. نقضيه مع العيلة ومع كله. مع العيلة ومع الأسرة ومع الأحباب كده، وبتبقى جو سعيد ويوم سعيد ويقضى إن شاء الله. وكل سنة طيبين. كل سنة والناس كلها طيبين، نتفسح كليتنا، وثالث يوم العيد لازم نتفسح كليتنا عشان ننزه العيال معانا. يعني كفاية لمة الناس لما تشوفها قدامك دي ما شاء الله. يعني كل سنة طيبين، والناس بتطلع كده ثاني يوم وثالث يوم، أول يوم بتقبوا مع زيارات الأهل، زيارات الأهل والأحباب، يعني أول يوم في النجاة كده، وثاني يوم بيطلعوا، يعني ثاني يوم أو ثالث يوم ما فيش فرصة تاني يوم بيطلعوا ثالث يوم. يعني كل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. من مدينة أسوان، جمال صيام، قناة طيبة.